عام على انطلاق الحرب في مدينة تعز، صمد فيه أبناء المدينة طويلا أمام الميليشيات الإنقلابية، فالمقاومة الشعبية والجيش الوطني والسر في ثباتهم بدا واضحا اليوم. فالمقاومة الشعبية هنا تتعدد أساليبها وتتنوع طرقها. تكاتف أبناء تعز جميعا وأصبحوا يدا واحدة. ها نحن نرى المبادرات النسائية، المبادرات الشبابية، شابات وشباب تعز، نساء ورجال تعز، ها هم يقفون صفا واحدا. كل فئات المقاومة هم صفا واحدا، كل فئات شعب ومواطني تعز، نساء ورجالا، هم صفا واحدا، شكلوا كتلة واحدة من مختلف المبادرات، مختلف المنظمات، مختلف المؤسسات، كل هذا شكلوا جسد واحد. مهرجان الوفاء لأهل الوفاء، والذي نظمته مبادرة الصحو الضمير من أجل تكريم التكتلات والمجالس والمبادرات التي ساهمت في دعم المقاومة منذ انطلاقتها. قمنا اليوم في مبادرة صحو الضمير بتكريم أبرز التكتلات والمؤسسات والقوافل التي قامت بدعم المقاومة الشعبية في تعز، عرفانا منا بالمجهود الذي قدموه من أجل تعز، ونتمنى لهم مزيدا من البذل والعطاء. صحوة الضمير والوفاء جعل من المعدمين يقدمون الغذاء للمقاتلين. فقرات فنية وإبداعية تخللت مهرجان الوفاء، والتي عبرت عن دور التكتلات والمبادرات الشبابية وإسهامها في تخفيف المعاناة التي تعاني منها المدينة، وإيصال رسالة أبنائها للعالم عبر وسائلها المختلفة. يتكاتف جميع أبناء المدينة رجالاً ونساء من أجل دعم المقاومة الشعبية وإسنادها عملاً في طريق كسر الحصار عن المدينة وتحريرها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.